عم ولديك قال يا توانسه راني فهمتكم وعارفينك يا سيد الرئيس انت ماكش معناها كانت تجيك حكايات غالطه، لكن تو كي فقت برجوليه برافو ونقول لك راك بابانا ورانا نحبوك وماناش ضدك. يخاف على تونس خطاب، ها خطاب مش يوضح، هو يخاف على تونس من قبل، اما خطاب اليوم فريمون شيء كبير. حسينا من لغته ومن من طريقه خطابه انه غلطوني، كان واضح وفما شفافيه كبيره وفما مصداقيه كبيره وفما شجاعه كبيره باش يقول الكلام هذا، لانه مش سهل باش يقول انه غلطوني. ليه هكا يعملون هكا؟ يقولنا لاباس علينا امورنا واضحه، تونس لاباس عليها في امن وامان، يعملون هكا حزونا في كل شيء. يا حيا بن علي، يا حيا بن علي، يا حيا بن علي، يا حيا